روسيا توقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى. خبر ورد إلى مسامعنا خلال الأيام الماضية، حيث القرار الروسي الذي صدر في 2 سبتمبر الجاري وتسبب في حالة ذعر شديدة في الدول الأوروبية التي تعاني قبل هذا الخبر من ارتفاع أسعار الوقود والطاقة. فتداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المطاعم الإيطالية التي تقطع التيار الكهربائي ويلجأ إلى الشموع أو يلجؤون إلى الشموع، وذلك لمواجهة هذا القرار الروسي. فلنتابع الفيديو ونعود لإيضاح بعض الحقائق. Come si lavora al buio? Riesce a fare cocktail con questa penombra? Speriamo di sì. مشهد مؤسف بالطبع. ناشروا هذا المقطع عبر منصات التواصل ادعوا إنه من تداعيات القرار الروسي الذي تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة في إيطاليا بنسبة 500%، ولكن في الحقيقة هذا الأمر غير صحيح. فالجزء الأول من الفيديو يعود إلى يوم 27 يناير الماضي، وفي وقت احتجاجات أصحاب المطاعم ومحال أو المحال التجارية على ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز في إيطاليا، ليقرروا استخدام الشموع للإنارة بدلاً من المصابيح الكهربائية. أما الجزء الثاني من هذا الفيديو فيعود ليوم 31 أغسطس الماضي، وكان أيضاً ضمن احتجاجات المطاعم الإيطالية على زيادة أسعار الكهرباء، فقرروا حينها إطفاء الإنارة الكهربائية لمدة ربع ساعة فقط. ولكن عن الادعاء حول زيادة أسعار الطاقة بنسبة 500%، فأكدت التقارير الصادرة من أحد المراكز الاقتصادية في إيطاليا أنه ارتفع سعر الغاز في عام واحد بنسبة 143%، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 126%. والآن وقد انتهينا من حقيقة هذا الفيديو، لكن ما تزال أزمة الطاقة قائمة وحقيقية، وهو ما جعل البرنامج الصباحي التلفزيوني في بريطانيا، والذي يقدم جوائز مالية، يدرج خانة جديدة باسم فاتورة الكهرباء، حيث يقدم البرنامج لمشاهديه جائزة عبارة عن دفع 4 أشهر من فواتير الكهرباء. فلنشاهد. Okay, here we go. So we've got we'll pay your energy bills. We've got £1,000 as well. So this is energy bills, I think, for 4 months if it stops on that. Nice. So how are your energy bills? Are you a bit worried about it all? Major. Yeah. Are you? I've got one of these prepayment meters and it's absolutely murder. Oh God. Right, well let's hope it lands on one of those then. Whatever, right. You're gonna win some money, here so we don't go. Worry, here yeah, we go. One way or t'other, here we go. Round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Da 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 da. £1,000 or energy bill. £1,000 or energy bill. It is going to be. It's your energy bill. Oh my God! Thank you. We are paying your energy bill for 4 months. Oh, fantastic. وفي النهاية لا يخفى على أحد أن العالم يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة في الوقت الحالي. تفسيرات تقول أن الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب في ذلك، وتفسيرات أخرى بأن القرارات الاقتصادية من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية هي السبب، ولكن بغض النظر عن المتسبب في ذلك فما زالت الأزمة قائمة.